متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بشوطنا الحادي عشر المخصص للجداع في هذه اللحظات انطلاقة هذا الشوط. نتابع وإياكم هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة، نتابع وإياكم هنا في هذا المنطلق مع شوطنا الحادي عشر، نتابع وإياكم مقدمة الشوط مباشرة. سيوف على المركز الأول، سيوف على الصدارة، على المقدمة هنا لناصر بن فالح، بوتيل بن سرحان القحطاني هنا في هذه اللحظات على المقدمة وعلى المركز الأول، ومع الصدارة باندفاعة سيوف على المركز الأول. المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني، وعد راشد بن سالم بن صالح بن الحيمر المري على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف اللي تسللت بدورها من الجانب الأيمن، نتابع بروق شبيب بن عرار بن عمير الرمزان على المركز الثاني، غيرت على المركز الثاني. المركز الرابع نشوف اللي وصلت بدورها وانتقلت نقلة ممتازة، القادمة الباسلة لحمد بن راشد بالصفوة المري مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الأيمن، من الجانب الأيمن القادمة الفائزة عبد الله بن ناصر بن حباب الهاجري مع المركز الخامس. هذه النتيجة، الخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، والقيادة عند سيوف. سيوف يا سلام يا سلام يا هذا الاسم، اسم سيوف على المركز الأول والمقدمة هنا. نتابع في صدارة هذا الشوط مندفع سيوف مع المركز الأول، ناصر بن فالح القحطاني على المقدمة وعلى الصدارة. نتابع في هذه اللحظات مندفعا برفقة سيوف مع المقدمة ومع المركز الأول هنا في هذه الانطلاقة. مع اقترابنا من انتصاف المسافة نشاهد بينما المركز الثاني اللي وصلت هناك اللي هي الفائزة عبد الله بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري على المركز الثاني مع الفائزة. المركز الثالث اللي وصلت هنا اللي وصلت وجدان لسالم بن محمد بن عقيل النابت هنا في هذه اللحظات قادم مع المركز الثالث، مع ثالث المراكز. المركز الرابع نشوف اللي قادمة هناك الباسلة، حمد بن راشد بالصفوة المري مع الباسلة اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك بروق شبيب بن عرار الرمزاني النعيمي قادم مع المركز الخامس هنا في هذه الانطلاقة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، شوف المرور، شوف المرور مع الباسلة اللي بدأت بالتغيير، بدأت أيضا تغير إلى مقدمة الشوط، بدأت تنطلق وتندفع في هذه الاندفاع. نشاهد هنا الباسلة، الباسلة بشعار بالصفوة قادم هنا في هذه الانطلاقة. حمد بن راشد بالصفوة المري مع المركز الأول ومع المقدمة. المركز الثاني نتابع سيوف على المركز الثاني منطلقة ومندفعة مع ناصر بن فالح بن سرحان القحطاني. المركز الثالث شعار بن عقيل قادم في هذه اللحظات مندفعا مع انطلاقة هنا وجدان لسالم بن محمد بن عقيل. يا السلام على المركز الثاني، انتقلت نقلة ممتازة إلى المركز الثاني. شوفوا فائزة بن حباب قادمة تغير من مركز إلى مركز، إلى المركز الثالث منطلقة الفائزة عبد الله بن ناصر الحباب الهاجري. المركز الخامس اللي هي بروق لشبيب بن عرار الرمزاني النعيمي، لكن نعود الى الباسله. الله يا الباسله، غادرت الجميع، اندفعت هنا الباسله مع المركز الاول مع المقدمه. نتابع الباسله لحمد بن راشد بالصفوه المري مع المركز الاول مع الصداره، بدات بالاندفاع تدريجيا الى المقدمه والى المركز الاول والى الصداره. مندفعه الباسله حمد بن راشد للصفوه على المقدمه على المركز الاول. المركز الثاني الفائزه مع شعار بن حباب قادمه عبد الله بن ناصر الحباب مع الفائزه على المركز الثاني. المركز الثالث شوفوا اللي قادمه، واول ندى، اول ندى هنا لسيوف لسلطان بن سالم بن خجيم العذبه على المركز الثاني. يلا يا سلطان، وشوفوا اللي قادم، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا هذا الوصول، شوفوا هذا القدوم. منصوره علي بن ناصر بن جر الله، الجر الله قادم. يا سلام
سلام، ال 300 متر الاخيره، ال 300 متر الخطيره، الله يا هذا الشوط، شوف الصراع، صراع المقدمه، الباسله الباسله ولكن سيوف، الباسله وسيوف ومنصوره، منصوره الباسله، الامتار الاخيره هنا بن جار الله، بن جار الله ولكن الله، يا سلام يا منصورة، غيرت منصورة، غيرت منصورة لعلي بن ناصر بن جار الله الجار الله عند الأمتار الأخيرة، عند الأمتار الخطيرة، تهانينا يا بن جار الله على هذا الناموس والفوز والانتصار. المركز الثاني الباسلة لمالك حمد بن راشد الصفة، المركز الثالث وصلت هناك اللي هي سيوف لسلطان بن سالم بن خجيم العذبة، المركز الرابع، المركز الرابع الفائز لعبد الله بن ناصر الحباب، المركز الخامس، المركز الخامس وصلت هناك اللي هي انذار خالد بن خميس بن سالم السناني من وصل مع المركز الخامس. هذه النتيجة، شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا المتعة والإثارة، تابعنا وإياكم هذا الاندفاع والانطلاق مع هذا الشوط، نتابع وإياكم الإعادة ونشاهد التوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية، 80 جزء من الثانية. تهانينا، تهانينا يا بن جار الله، تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع هذا الناموس هنا مع منصورة اللي انتزعت الفوز والنصر لعلي بن ناصر بن جار الله الجار الله على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا الباسلة على المركز الثاني، اللحظات هنا مع توقيت الباسلة 6 دقائق 14 ثانية، 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد الصفوة، المركز الثالث وصلت هنا اللي هي سيوف وتوقيتها الزمني 6 دقائق 14 ثانية، 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن سالم بن خجيم العذبة، تهانينا والناموس للجميع.